اليوم معكم كمال عايدي عضو غرفة تجارة الصناعة والخدمات وكذلك رأس لجنة الخدمات الإقليمية المحلية. اليوم عقدنا لقاء بمقر غرفة تجارة الصناعة والخدمات اجتمعنا فيه مع السادة رؤساء الجمعيات المهنية لتابع صنف الخدمات وكذلك لمناقشة المشاكل التي تخبط فيها داخل قطاع الديوان. احنا درنا تقرير بهذا الشيء باش نوصلوه للسيد الرئيس وكذلك هذا الاجتماع بالتعليمات من السيد رئيس الملحقة وكذلك السيد رئيس الجهة للتواصل مع السادة المهنيين. محمد الطلبي، حضرت اللقاء التواصلي اللي شرفت عليه الغرفة ديال الخدمات والتجارة والصناعة. طبعا اللقاء كيندارج في إطار الاستراتيجية اللي غادي تمشى عليها الغرفة، هم في إطار تحضير البرنامج عمل ديالهم، وبالتالي يعني كان الجوهر او الهدف من اللقاء التواصلي هو تشخيص ديال المجموعه ديال الاكراهات وطبعا الاقتراح واحد المجموعه ديال المشاريع ديال الحلول على شكل توصيات غادي ترفع عن طريق السيد رئيس اللجنه الى السيد رئيس الغرفه وطبعا الى المكونات كاملين ديال الغرفه من اجل اتخاذ القرارات اللازمه بخصوصها وبالتالي التخفيف من المشاكل اللي كتعاني منها هذه المجموعه ديال الاصناف القطاعيه اللي نضافت عليها الاشكاليه ديال كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ خشيم عبد النبي بصفته رئيس المحاسبين المهنيين لجمعيه المحاسبين المهنيين للغرب. هذا اللقاء هذا تم فيه بزاف معالجه النقط. كان الحضور ديالنا كمحاسبين هو اننا طرحنا بعض الاقتراحات بشكل موسع بان كانوا جميع القطاعات حاضرين هنايا فيما يخص الخدمات. كان الاقتراح ديالنا هو انه خاص الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات انها ندير واحد البلاتفورم باش تستقطب فيه جميع المستجدات فيما يخص المهنيين وتكون مواكبة مع الطاقم ديالنا من المحاسبين بما فيه مثلا المستجدات فيما يخص المشروع اللي دار سيدنا محمد السادس انه تم انه كمشروع انطلاقة وخلق واحد الفضاء هنا في الغرفة باش المحاسبين تما يكسبوا الحظ انهم يقوموا بالدراسات فيما يسمى بزنس بلون بالنسبة للمستثمرين الجدد باش يستافدوا من الانطلاقة. وكاقتراح اخر اننا كجمعية المحاسبين اقترحنا عليهم اننا نفتحوا واحد المجال بالنسبة للغرفة اننا نواكبوا هاد جميع اعضاء القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات في دورات تكوينية ان شاء الله باذن الله.